ذكراً لأرواح الشهداء، كرمت وزارة الثقافة ومدرسة أبناء الشهداء الفائزين بالمسابقة الأدبية والفنية لعام 2020 ضمن الاحتفالية السابعة بعنوان عطر الخالدين. هاي الفعالية السابعة لعطر الخالدين يلي بكفي اسمها يعبر عنها. نشكر وزارة الثقافة على هالاحتفالية الحلوة واسمها الأحلى يلي رح تضل فعلا لأبناء وبنات الخالدين بتاريخ سوريا، بنصر سوريا، بكرامة سوريا، بالمواهب يلي شفناها، وإن كان بالموسيقى أو بالرسم أو بالفنون، وبتميزوا أبنائنا وبناتنا شيء كتير ملفت للانتباه، حبهم للمستقبل، للخير، للألوان الحلوة يلي اختاروها. الاحتفالية تضمنت معرضاً لمجموعة أعمال للأطفال الفائزين في مجالات الرسم والتصوير الضوئي، أعمال تراثية يدوية، إضافة إلى عرض مسرحي وحفل موسيقي. من جهة النشاطات المدرسة كتير بتهتم بهالمواضيع، خصوصا الفعاليات، وإذا بيلاقوا حدا يعني عنده هالموهبة يحاولوا يطوروا له إياها بأي شكل من الأشكال، شو ما كانت، يعني إنه من الرقص للرسم للغنى، والمدرسة كتير بتهتم فينا وبتهتم بهالفعاليات والنشاطات مثل ما كنت شايفة. المدرسة عم تنمي لنا موهباتنا شو ما كانت موهبتنا، وهلأ أنا شاركت بالرسم، رسمت على الكوخ، شاركت بفعالية الرسم، ونحن كأولاد شهداء وزوي شهداء المدرسة عم ترعانا وعم تنمي لنا المواهب وعم تدرسنا، وكل واحد بيكون عنده موهبة عم تساعده لحتى يطلع فيها أعلى ونكون أحسن شب على مستوى القطر. مجالي مجال الخط، وتكرمت، والمدرسة مدرسة هيئة بنات الشهداء عم تشجعني. اختتم الحفل بتكريم الأطفال المبدعين في المجالات الفنية والأدبية وتشجيعهم على الاستمرار في تنمية مواهبهم ليساهموا في خط المستقبل المشرق بأناملهم ومتابعة مسيرة آبائهم في بناء الوطن.